حدثنا عفان حدثنا شعبة حدثني أيوب قال سمعت عمرو بن سلمة قال لما كان يوم الفتح جعل الناس يمرون علينا قد جاءوا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنت أقرأ وأنا غلام فجاء أبي بإسلام قومه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أمكم أكثركم قرآنا فنظروا فكنت أكثرهم قرآنا قال فقالت امرأة غطوا استقارئكم قال فاشتروا له بردة قال فما فرحت أشد من فرحي بذلك. حدثنا عبد الواحد بن واصل الحداد حدثنا مسعر أبو الحارث الجرمي قال سمعت عمرو بن سلمة الجرمي يحدث أن أباه ونفرا من قومه وفدوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ظهر أمره وتعلم الناس فقضوا حوائجهم ثم سألوه من يصلي لنا أو يصلي بنا فقال يصلي لكم أو بكم أكثركم جمعا للقرآن أو أخذا للقرآن فقدموا على قومهم فسألوا في الحي فلم يجدوا أحدا جمع أكثر مما جمعت فقدموني بين أيديهم فصليت بهم وأنا غلام علي شملة لي قال فما شهدت مجمعا من جرمين إلا كنت إمامهم إلى يومي هذا. حدثنا علي بن عاصم حدثنا خالد الحذاء عن أبي قلابة عن عمرو بن سلمة قال كانوا يأتون الركبان من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم فنستقرئهم فيحدثون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي أمكم أكثركم قرآناً